أسعد الله صباحكم بكل الخير. موجز الأخبار. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين أول مرحلة للإنتاج المبكر لحقل ظهر للغاز الطبيعي في بورسعيد، وأزاح الرئيس الستارة عن اللوحة التذكارية إذانا ببدء مرحلة الإنتاج المبكر للحقل، كما استمع إلى شرح حول المشروع وما يتضمنه من منشآت. شهدت قاعدة كيب كانيفيرل العسكرية الأمريكية بولاية فلوريدا الأمريكية انطلاق صاروخ من طراز فالكون 9 تبعا لشركة سبيس إكس، والذي يحمل قمرا صناعيا للاتصالات، وذلك في إطار خطة لتوسيع مجال المراقبة لحلف شمال الأطلسي وتعزيز قدرته على ردع الهجمات الإلكترونية على بلدان الحلف. أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تمديد وضع الحماية للاجئين السوريين 18 شهرا. بموجب الإجراء الجديد ستسمح الحكومة الأمريكية لنحو 7000 سوري بالبقاء في الولايات المتحدة لعام ونصف على الأقل. وقالت كريستين نيلسون وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية إن القرار جاء بعد دراسة متأنية للأوضاع على الأرض، وإن الأوضاع التي استند إليها تصنيف سوريا كمنطقة حرب أهلية لا تزال قائمة. قضت محكمة اتحادية أمريكية بأن شركة تويتر لا تتحمل مسؤولية مقتل متعاقدين أمريكيين قتلا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في الأردن، حيث تتهم أسرتا القتيلين تويتر بعدم منع التنظيم من استخدام خدماتها وتطالبان بتعويض. واستندت المحكمة إلى أن الأسرتين لم تتمكنا من إثبات أن مقتل المتعاقدين في عمان مرتبط بمواد دعائية نشرت على تويتر تدعم داعش. وقعت الصين وبريطانيا سلسلة اتفاقات في مجالات التجارة والمالية والرعاية الصحية والمدن الذكية، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الدولة الصيني تشينغ تعهد الجانبان بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. في أمان الله.